صباح الخير. فيديو النهاردة يعتبر الفلوج رقم واحد من يوميات طالب في روسيا. نبدأ بقى اليوم ببسم الله الساعة 11 ونص. نبدأ نوضب الأوضة، وضبنا السرير ثم المكتب لقينا كده، فرجعت بقى وضبته كده نوعا ما، كده شكلها مقبول يعني. فجامد، ايه رأيكم في البتاعة دي؟ جامدة ده، غالية دي. دلوقتي هنقفل الباب، بره بصوا في دوشة قبل كده. هنقفل الباب عشان نعمل عرض. تمام، نشرب شوية مية ونبل ريقنا ونبدأ بقى الايه اليوم بتاعنا. افتح الشنطة، حط الكتب، بعد كده افتح الكشكول وشوف هنعمل ايه بقى، نكتب النهاردة هنمشي ازاي، وبعد كده نخش في نظام حاجة اسمها بومودورو تكنيك، اللي هو 45 دقيقة مذاكرة او اي حاجة انت عايز تعملها مع 10 دقايق بريك. فاحنا بدأنا اهو بسم الله، وبعد كده بقى بعد ما نخلص نخش بقى ايه نشوف الدنيا تمشي ازاي. تن 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 تن، ان شاء الله 45 دقيقة خلص على طول على طول على طول. خلص 10 دقايق البريك. طبعا انا هنغسل بقى الكوباية، اتفرج على المطبخ لسه متواضع. نبدأ كوباية القهوة بتاعتنا، نغسل بقى دي. وهنا سنجد بعضا من المكعبات، وانا مش كيف قهوة بس انا ايه يعني، انت مش طبعا قهوة اصلا. تاني وستين حبة، نحط بقى عليه شوية عسل. بس الفكرة ان العسل بقى ايه محطوط في التلاجة بقى لفترة كده. ضن الوجبة الجنية ضن. نبدأ بقى نرجع نشتغل شوية ونتعلم مونتاج. انا لسه بتعلم المونتاج جديد، فالموضوع بالنسبه لي معقد شويه، فدعواتكم بقى ليه الموضوع يمشي بسلاسه، وبعد كده نشوف. يلا، وهو ده السكن بتاعنا بقى، اللي هو الايه اللي انا بعيش فيه بقالي 4 سنين، السكن المتواضع يعني اللي احنا عايشين فيه. طيب دي روسيا، تنزل الصبح تلاقي الدنيا جت الليل على طول. هنا بقى انا عديت على السوبر ماركت، قلت بقى ايه هجيب 3 سناكس كده اللي هو فيهم بروتين وكويسين للجيم، انقنق فيهم وانا بشتغل، وبعد في نفس الوقت يدوني طاقه ان انا ايه اروح الجيم يعني. ولقيت في المكان بقى في المول، مع انه كان زحمه، لقيت كرسي الحمد لله، وهنا قعدت اهو ظبطت كل حاجه وبدات ان انا ايه اشتغل بقى. خلصت بقى خلاص يعني، تعبت تعبت يا جماعه، هعمل ايه؟ قعدت 2 3 ساعات تقريبا، من الساعة 6 للساعة 9، وقت طار، وانا كل ده في المونتاج. بس كل اللي عملته ايه جزء واحد، وموضوع مرهق، بس ان شاء الله هنخلصه بقى. دلوقتي تعبت، فقلت بقى ايه اروح الجيم واخلص الجيم ونشوف بعد كده الخطوة اللي بعديها نعمل ايه. هنا بقى ايه اتجاه للجيم. الجيم ده رايق 24 ساعة ما بيقفلش، يعني هتروح يعني هتروح. خدنا ال بتاع سوركسيم 44، نقلع الجاكيت ونعلقها هنا، و خلونا بقى نقلع الجاكيت، نسيب الشنطة الداهية دي، ونسيب دي، نسيب المحفظة، ونسيب التليفون، ونجيلكوا بعد ما نعلق الجاكيت. المدخل بقى اللي احنا هنخش نغير فيه، ده رقم اهو، ده المكان كله بشكل عام، دي بس الاوضه اللي احنا بنغير فيها دلوقتي. ايه نسيب البتاع عشان نسخن. يلا بص بقى يا معلم، لو ودوا كيس يخشوا النار.
مفيش كيس، تاخد السندوتش في ايدك وتمشي. هما انت هتصاحبهم ولا ايه؟ عندهم شوارع ضلمه زينا برضه. في نوعا ما نظام في المدينه اللي انا فيها يعني. بص ده موقف يعتبر موقف اتوبيس، بيقول لك ان الاتوبيس هيجي امتى ومواصله قد ايه، وبيجي يقف هنا ما بيقفش في اي حته تانية، ودي معديه عشان لو ايه يعني للي هناك خالص، محدش بيعدي غير لما بتبقى فيها الوقت. زي هنا بالظبط كده اهو، دي معديه لينا وايه اهو كده قال لي امشي انا بمشي. ده المحل اللي بنشتري منه 24 ساعه ما بيقفلش. انا اي وقت بننزل، احنا عندنا سكن بيقفل المطبخ الساعه 11، فاحنا بنجيب اكل ونروح. طبعا ميه زي عندنا في مصر والدنيا بتبقى متوسخه اهو، بيقول لك ب 5 روبل اللتر. انا معايا ازازه لتر ونص، فايه يا دوبك تقضيني النهارده، عشان انا شارب واحده الصبح، فهي ايه واحده كمان دلوقتي. وانا في معايا كوين اهي 10 روبل لتر ونص، احنا هنحطها هنا ما دخلتش، نجيب واحدة كمان ايه ندخلها بس. انا بس لو هندخلها اهي بس كده، واتعمل لنا 10، ثم هندوس دي ايه هندوس ستوب عشان في 2 روبل هنا، عشان احنا لتر ونص بس. هندوس جامد 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 ونزلنا يلا يا ابن الايه. طب وقع تاني، ايوه 1 2 نحطهم هنا، وناخد الازازه نقفل اسامي بقى كده عشان مش لاقي الغطا. الغطا شكله بقى شكله اعلى شويه من القطع. دي المكنه الكبيره بس. وهنا دخلنا بقى الحرم الايه الجامعي طبعا. بص عليكم الدنيا عشان تشوفوا هنا بقى ايه منطقة اللي فيها السكن بتاعتنا. وفي كلب هنا ايه كل لما حد عدى ربنا يستر ما يعملش حاجة. واد يا مش عارف مفتحين عليه ولا ايه. ده السكن التاسع، يعني مش عارف واضح ولا لا، بس هو ده. ايه ده المكان اللي احنا قلنا فيه الصبح ده السكن بتاعي بقى. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، واتمنى تكونوا استمتعتوا معايا، وانتظروا الفيديوهات الجايه عشان اعمل لكم فيديو عن يوم طالب في روسيا في الجامعه. يلا سلام عليكم.